السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في قاعة الأمم المتحدة لتسجيل الإغاثة الإسلامية في المجلس الاقتصادي الاستشاري للأمم المتحدة والصدغة الحكومية. كان ده يوم 24 مارس، قال هم يوم تعالي 29 أو 30 رمضان في نفس الوقت. وكان في مؤسستين حصل عليهم مشكلة كبيرة جدا. الأولى كانت Human Rights Watch اللي بنسميها، معروفة جدا دلوقتي، ولما طلع المندوب بتاعهم على المنصة بدأوا يسألوا أسئلة شديدة جدا، و يعني حصل إن هو رد عليهم بمنتهى العنف. فده كانت الأسئلة دي جت من أحد المندوبين، أعتقد مندوب السودان أو غيره، يعني سألوا هذه الأسئلة فرفضوا تسجيل المؤسسة. فالراجل حتى رد عليهم رد قوي جدا يعني، وشبه يكون في سباب عليهم وترك الإيه القاعة ومشي. جيت أنا بعديه بقى طبعا، وكان في مؤسسة ثالثة كذلك اللي هي مؤسسة للمثليين. كان مثليين والإغاثة الإسلامية وهيومان رايتس ووتش. المثليين أجيزوا كلهم ودخلوا الأمم المتحدة، وكان يوم تاريخي بالنسبة لهم هذا اليوم. أما إحنا لما جينا بقى نطلع على المنصة، طلعت أنا على المنصة وكانت لحيتي كوية كبيرة شوية. وطبعا زي ما أنا قلت إن في الليلة اللي قبلها كل التوقعات اللي حطها الأستاذ خالد دروي على الأسئلة وكتبناها احنا استوقعناها. طلعت انا على المنصة، وبدل ما كل سفير يسألني واحد ورا التاني، لقيت كل الايادي رفعت، يعني ما لا يقل عن 10 15 يد رفعت مرة واحدة عشان يسألوا الأسئلة. فهم كانوا متحمسين ومتحفزين يعني. وكانت الأسئلة التي أسألها واحد بعد الثاني وكأنها هي التي كان يناقشها معنا بالليلة الماضية الأستاذ خالد روي وصالح سعيد. وده كان فتح من عند ربنا سبحانه وتعالى، فتح غير عادي من عند ربنا سبحانه وتعالى. وكنت أنا بجاوب على مثل هذه الأسئلة وكأن أنا حافظ كل هذه الإجابات، يعني عارفها وحافظها وعصابي مرتاحة، وكأني كمان بقرأها من كتاب مفتوح قدامي. كنت كل لما أخلص إجابة على سؤال معين أقول للسفير أو أقول للسفيرة يعني هل أنتوا يعني مرتاحين للإجابة، يقولوا آه، ومن أنا على التاني. فالوقت بتاعي خلص، كان تلت ساعة. فجأت رئيس الجلسة تقول لي خلاص كفاية، قلت لا أنا لازم أجاوب على كل الأسئلة. كنت يعني إيه شديد شوية. الحمد لله جاوبت على الأسئلة، ولا أعرف كانوا 15 أو 20 أو حاجة و20 سؤال، لكن أنهيتهم كلهم إلا أحد السفراء اللي كانت سفيرة السويد. أعتقد أنها كانت يعني زي ما تقول يعني عندها مشكلة مع الإسلام مع المؤسسات الإسلامية، بالرغم من السويد من أحسن الدول في استضافة كل هذه الجبهات. يعني ما رفضت أنها توافق، وقالت أنا عايز أقرأ الأوراق، والأوراق دي بقى إيه نخشفها بعدين. فأنا طبعا نزلت من على المنصة ما كنتش عارف أعمل إيه. فماذا حدث بعد كده؟ وطبعا اللي حدث ان كان ايه يعني مش عارف اعمل ايه. فقابلت دكتورة اسمها اماني قنديل، كانت مصرية هي، وكان جاي تحضر الجلسة كمستشارة، وقالت لي لازم تعمل حاجة اسمها لوبينج. طيب يعني ايه لوبينج؟ يعني هو تمشي بقى بين الناس والصفر وتقعد تتكلم معاهم من شمال لغاية ما ايه يبتدوا يعرفوك انت مين وبتعمل ايه الى اخره يعني. المهم في اليوم ده واخد بالك، روحنا احنا فطرنا الى اخره، وتاني يوم رحنا صلينا العيد في المسجد في نيويورك. وبعد كده صالح سعيد وخالد سفر، وانا فضلت في نيويورك. حضرتك كان يوم ده يوم الثلاث، وبعد يوم الاربع كان العيد. فقعدت بقى في الفترة دي انا قاعد فيها هناك في نيويورك، اتعلمت ازاي اعمل لوبينج، فبقيت اعدي على كل السفراء. فاول ما عديت على السفراء العرب، بس مش هذكر اسمائهم اسماء بلادهم، فعديت على سفير دولة معينة، فقال لي انت اعتقد في علاقة بينك وبين حزب الدعوة في إيران. قلت له انا اعرف حزب الدعوة ولا عمري رحت إيران. المهم ده اول واحد. السفير الثاني قال لي فضل عد علينا ايه تغير اسمك او تغير اسمكم، فلان الناس بيتكلموا ان انتم مش هيديكوا الصفة دي، هتقعد في القائمات الانتظار لمدة سنتين. قلت له طب اعمل ايه دلوقتي؟ انا اصبح اسمي اسلامي كليف وخلاص. السفير الثالث كان خايف لان دولته كانت ايه صعبة شوية، فما فتحش بقه. المهم التلات سفر دول يعني زي ما بتقولي احبطوني. عديت انا بقى على سفرة كتير جدا من غير المسلمين، زي سفير فرنسا حب يعمل في علاقة بيننا وبين السعودية، فقلت له مفيش علاقة بيننا السعودية، احنا في مؤسسة غيرها بهذا الاسم. وزي سفير حتى سفير كوستاريكا كنت بتكلم معاه عشان اقنعه، سفير ايرلندا كان موضوعي جدا، سفير روسيا اتكلمت معاه. قعدت امشي مع كل سفير، وكل ما اجيب حاجة من المعلومات عندنا من المكتب الرئيسي احطها اوزعها على السفر. ف
فاستفدت من يوم الاربع والخميس دول ان كنت كل المعلومات، حتى احنا كنا قررنا في قضيه البوسنه ان نتبرع ب 300 طن للامم المتحده، والامم المتحده قبلت التبرع في الوقت. لما جه الفاكس من الامم المتحده، يعني كان فاكسات بقى وزعته على كل الناس دي كلهم. انا طبعا قاعد من يوم الاثنين، الناس تدفع فلوس، واعتقد الاوتيل في الوقت ده كان 80 دولار في الليله، وكانت غرفه تخشها وانت ماشي بجنبك ولا ماشي بظهرك، يعني يا دوبك محطوط فيها سرير، ايه سرير يعني لشخص واحد الى اخره، ولما تتفرج على التلفزيون بالليل ترفع راسك في السقف عشان تتفرج عليه. المهم يعني المهم جيت بقى يوم الجمعه ولقيت الموضوع بيعدي، وبعدين جه سفير السودان وكان راجل طيب كده وقال لي يعني العمليه صعبه جدا الى اخره. وقمت انا بقى عملت ايه بعد الدهرية في الجلسة النهائية دي، قمت طالع على المنصة من غير إذن ومسكت الميكروفون، يعني كأن أنا مثلا إيه زي ما بيقولوا كده في الأفلام المصرية كرسي في الكلوب، وخدت التليفون وقلت لهم أنا قاعد هنا بأن كذا كذا كذا، وأنتوا قاعدين مش بتقولوا لي نعمل إيه إلى آخره، وأنا مش عارف أعمل إيه. طبعا الست حبت تهديني اللي هي رئيسة الجلسة، قلت لها مش هنزل لما تقولي لي أنا يعني أنا بقعد معك أسبوع، يعني أنت عايزين نعمل إيه بعد كده أهو، واخد بالك؟ فالمهم رد علينا رد يعني مفحم، ان هو السفير الايرلندي يعني جزاه الله خير، ان هو قال خدت الميكروفون وقال انا طلعت على كل الاوراق اللي جابتها الاغاثه الاسلاميه واقتنعت بيها، حتى ان الاغاثه الاسلاميه تبرعت للامم المتحده قبل ان تصبح عضو في المجلس الشان الاقتصادي التابع للامم المتحده، فانا بأزكيها. طبعا ما كانش ولا حد من الدول يزكينا في هذا المكان، وكان احنا محتاجين اي حد يزكينا، واللي بدأ بالتزكية دينا كان اللي هو السفير الايرلندي، ربنا يكرمه يعني اذا كان حي او ميت الى اخره. فبعد كده ايه جت وانا وقال الكلمة، قال ان يوم الاثنين القادم تكون هي الاغاثة الاسلامية اول مؤسسة ناقش على الساعة 9 صباحا، لان الراجل ده موجود بقالنا اسبوع وبيصرف اموال الاغاثة على الاوتيلات بتاعت اسمه كده الاوتيلات بتاعت نيويورك. فنزلت وقابلت السفير السوداني، كان راجل دمه يعني خفيف، قلت له شوف انت لازم، قال لي وانا ان شاء الله هكون معاك الى اخره. في الفتره دي بقى انا اعمل ايه بقى؟ السبت وحد ما عنديش حاجه اعملها. خدت الطياره ونزلت على كندا ادور على ايه جمعيات اتقابل معاها، عشان قابلت مسؤول مندوب اللي اسمه مندوب احد الجمعيات هناك اسمها اللي هي هيومن كونسيرن انترناشونال كريم اخطر، وزرته وقعدت عندهم في الويك اند ده، ورجعت بعد كده الاحد بالليل عشان اللي هو نروح نحضر الجلسه يوم الاثنين صباحا. رحت الجلسه يوم الاثنين صباحا، طبعا بدات الجلسه بسيمفونيه رائعه من السفير السوداني اللي زكى الاغاثه الاسلاميه تزكيه بخطبه عصماء من خطب اللي هم المتنبي او نحن بنسميه الحجاج ابن يوسف الثقفي في اللغويات بتاعته، عشان الست تسكت عندنا اللي هي السويديه دي. وبعد كده هو اصبح عندي تزكيتين، تزكيه السفير الايرلندي وتزكيه السفير السوداني. بعد كده هو الست رئيسه الجلسه قعدت تقول حد يعترض حد يعترض حد ما حدش اعترض، قالت واحد اثنين ثلاثه خلاص واستجلنا بفضل الله سبحانه. انا عملت ايه بعد كده؟ ثاني يوم خدت الطياره ونزلت على لوس انجلوس. انا كان في مخي بالترتيب مع المكتب في بريطانيا ان نفتح مكتب في امريكا، فنزلت على مدينه اسمها لوس انجلوس اللي هي في اقصى الجنوب الغربي اللي هي من اغنى المناطق اللي في امريكا. احنا قلنا ما نفتحش في الشاطئ الشرقي، الشاطئ الشرقي كان مليان كله عرب وكله مشاكل وكذا وكذا بيتخانقوا مع بعض، فقلنا نمشي بعيد خالص عن المشاكل دي كلها ونفتح مكتبنا في مدينه لوس انجلوس في كاليفورنيا، علشان يكون ده بعد استراتيجي بعيد عن كل المشاكل بتاعت الناس الجاليات اللي عايشة في الشاطئ الشرقي اللي في أغلب المسلمين هناك. والحمد لله كنا موفقين وبدأنا تسجيل المكتب في لوس أنجلوس في شهر مارس عام 1993، ونراكم في محطة أخرى إن شاء الله. السلام.